برضه ما بيردش. يا رب جيب العواقب سليمة يا رب، يا رب جيب العواقب سليمة يا رب. الواد راح الامتحان ولسه مرجعش، المفروض يخلص الساعة 11 والساعة دلوقتي بقت 1، هيكونش خرج يلعب مع أصحابه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كده يا يوسف، كده يا يوسف تقليني عليك؟ ايه اللي اخرك كده يا ابني؟ انا اسف يا ماما بس غصب عني. ايه اللي اخرك يا حبيبي؟ الطريق يا ماما الطريق طويل قوي. طريق ايه اللي طويل يا يوسف؟ ده كله تلت ساعة في الميكروباص. لا ما انا جاي ماشي. ماشي ماشي ليه يا يوسف؟ ما انا كل يوم بديك فلوس المواصلات ودايما بيكون معاك فلوس بزيادة عشان لو حصلت اي ظروف. بص يا ماما انا هكلمك بصراحة بس ما تزعليش مني. لا مش هزعل يا يوسف. انا لما رحت الامتحان الصبح في المدرسة كان لسه الوقت بدري، فعديت على ياسين صاحبي عشان نروح الامتحان سوا. فلما رحت عنده لقيته يعني زي ما انت عارفة هو يتيم ودخلهم بسيط قوي. فلما دخلت بعد ما جهز ادواته ولبس لبسه دخل لمامته وسمعته بيقولها هو بيعيط يعني لا سندوتشات ولا مصروف. فقلت له ياسين هما ساعتين زمن ولما ترجع من الامتحان يكون ربنا فرجها من عنده. فصعب عليا قوي واخواته وطلعت جبت لهم فطار بال 20 جنيه اللي كانت معايا. واديته ال 20 جنيه كلها؟ اه يا ماما. ان شاء الله في ميزان حسناتك يا يوسف. وما تنساش يا ابني ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. صدق الله العظيم. انا عرفت ليه بقى اصر الاستاذ وليد ان هو يحط العنوان الجميل ده اضعافا كثيره. حلو قوي قوي، وحلو قوي ان انا افهم وجهه النظر قبل ما اقول حاضر. يعني احنا برضو صغننين ونقول حاضر ولكن نفهم برضو ونتناقش. صح. لان حبيبي يوسف قال لي انا ما رضيتش اجادل استاذ وليد في الموضوع. لا جادل بس بايه؟ بادب. حلو قوي المقطع الاولاني في قلب الام الجميل. صح صح. وانت لامسه المعنى كده فعشان كده اديتيه حلو قوي. وحلو قوي ان احنا بنشوف ابطال المسلسل قبل ما يعملوا المسلسل وبعد ما يعملوا المسلسل. ولغه الحوار المتبادل، ايه رايك بقى في الحوار ده؟ في حوار بينك وبين ماما في البيت وبابا؟ اه كتير. يعني الحوار عامه كان الطفل بيرد على مامته بادب ويعني لا انا مش بتكلم على اللي في المشهد. أيوة انا بتكلم عموما انت في البيت بتاخد وتدي مع ماما وتتناقش مع بابا وتقنعه او يقنعك. اه بس بادب طبعا، ده لو مش بادب تتعلق. ده باحترام يعني. ساعات ما بقاش في فرصه ان احنا نتناقش يعني من كتر القلق، او لو احنا عملنا حاجه من كتر القلق او الخوف. من كتر القلق او خوف مامتك او بابا. ساعتها انت ما بتقدرش تتفاهم معاه، ما بتقدرش. هم بقى اللي هم بيوجهوا الكلام. فانت في حاجات ماما لما تقول لك فيها كلمه ما تراجعيهاش ما تجادليهاش معاكي، بس بعد شويه ممكن تقعدي كده في ساعه عصريه تتكلمي معاها. حلوه ساعه عصريه دي صح. نقعد كده نتكلم ونحاول نوصل معاها لنقطه. طب هو يا ماما حضرتك ايه قلتي كده؟ طب يا بابا هو صح كده؟ صح. طب الحته الاخرانيه دي حلوه قوي وانت بتقولي له اديته ال 20 جنيه كلها. حلوه قوي. يعني انا حسيت هنا بالام المصريه اللي هي ايه؟ طب كنت خليت لك يعني جزء حاجه كده. صح كده كنت خليت لك جزء وانت بس. هو المعنى جميل قوي جوه قلبه ان هو لا انا هدي قوي قوي ومش هنتظر المقابل. طيب يعني عايزه اشوف الجزء الثاني. لا مش دلوقتي. لا والله. طب تعملوا ايه كده؟ هتشوقوني يعني؟ بجد ده ولا؟ سربرايز مفاجاه كده. طب والله العظيم الكلام ده احنا مش متفقين عليه. يعني هم انتوا هتشوقوني؟ اه يلا يا ولد انت وهو وهي خلصنا. المهم يا يوسف بعد ما جبت الفطار عملت ايه؟ اكلت معاه لقمه بسيطه. وانت ليه اكلت معايا يا يوسف؟ ما انت قبل ما تنزل فطرت في البيت. ما انا كان لازم اكل ولو لقمه بسيطه عشان ما يحسش ان انا بتصدق عليه. ما احنا لازم نراعي مشاعرهم يا ماما. يا حبيبي يا ابني طالع حساس وبتفهم زي امك. بس على فكره يا يوسف انت اتاخرت كتير. بص يا ماما انا اقول لك بصراحه بس ما تزعليش مني، انا رحت قصر الثقافه. قصر الثقافه؟ تعمل ايه في قصر الثقافه يا ابني؟ انت بتنسي ولا ايه يا ماما؟ بنسى ايه يا يوسف؟ المسابقة يا ماما. مسابقة ايه يا يوسف؟ مسابقة الرسم اللي انا رسمت صورتك فيها. ياه دي بقى لها شهور يا يوسف، دول زمانهم نسيوها اصلا. بس المهم قالوا لك ايه؟ لما رحت قصر الثقافة استاذ محمد قعد يزعق ويشخط فيا. ويزعق فيك ليه؟ لما رحت له قال لي ياه
انت لسه فاكر ده النتائج طلعت وكرمنا المتسابقين وانت اخدت المركز الاول وما كنتش موجود. وبعدين عملت ايه؟ وانا ماشي اداني الظرف ده، اداني شهاده التقدير دي وقال لي اديها لمامتك. الله دي جميله قوي يا يوسف، الف مبروك يا حبيبي، وعقبال كده لما امسك شهاده تخرجك يا رب يا رب. واداني برضو الظرف ده وقال لي اوعى يضيع منك، ده مكتوب عليه جايزه مسابقه الرسم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، دي فلوس كتير قوي يا يوسف. اوعى يا واد حد يكون شافه. ده مصر كلها شافته. بس على فكره يا يوسف انا مش لسه كنت بقول لك اضعافا كثيره، اضعافا كثيره يا يوسف.